وبس حال يوم حالي فوق من الصعود. ماكو أم مثلي ماكو أم مثل أنا يا بني ناشد ابن على الغروب. زينب والزهراء جعفر التستري يقول تساءلت زينب وهي حاضرة بالطف كيف تعرف الحسين فكلهم بلا رؤوس وإذا ركضت بين حوافر الخيل نحو الجثث كيف تميزه قالوا لعلها تميزه من الثفنات كثرة ما كان ينفق الحسين قالوا لا قال إذن تميزه لأنه عريان مسلوب قالوا لا جا شلون الزهراء تميز الحسين وزينب قالوا من النحر يصيح زينب أنا الحسين ميت عدل هسه المهم يا حسين.